السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا بكم مع الدرس 109 من دروس تعلم اللغة التركية المستوى المتقدم يبانجلر إتشين تركشا إسطنبول كتابه جبير. نحن اليوم مع درس من أهم الدروس على الإطلاق. درسنا اليوم يتحدث عن شيء تحتاج إليه كثيرا عند التقدم إلى جامعة للدراسة، عند التقدم إلى شركة للعمل، وفي أشياء أخرى. ما هو كتابة السيرة الذاتية؟ موضوع اليوم هو موضوع كتابة موضوع، لكن أي موضوع سنكتبه؟ سيكتب كل واحد فينا سيرته الذاتية. كيف نكتب سيرتنا الذاتية باللغة التركية بكل سهولة؟ هذا ما سنعرفه اليوم في درس الكتابة الثاني للوحدة الرابعة. نبدأ بالدرس. العنوان يازما الكتابة. يقول لنا: انظر إلى ما في الأسفل واكتب مثله أو هكذا. أشادكي أزجتشمش فورمونو متين أون مكتوب شكلين دا يظلم. أشادكي الذي في الأسفل، أزجتشمش فورمو يعني قالب السيرة الذاتية، فورمونو متين شكلين دا يظلم، لنكتبه بشكل نص. أون مكتوب رسالة أولية، يعني لنتخذ نفس الخطوات في كتابة سيرتنا الذاتية. في السيرة الذاتية في البداية ومن أهم الأشياء التي لا تتعلق في الدرس كثيرا الصورة الشخصية. الصورة الشخصية هي تعطي الانطباع الأول عن شخصيتك، فيجب أن تكون الصورة الشخصية بأجمل شكل. وهناك أشياء كثيرة تقال عن الصورة الشخصية في السيرة الذاتية. طيب مثلا، ثم تكتب في البداية اسمك أو اسمك، ما اسم الشخص المتقدم إلى هذه الجامعة، إلى هذا العمل، صاحب السيرة الذاتية. مثلا هنا اسمه متين أوزار أو أي اسم آخر يمكن أن نكتبه. بعد أن نكتب الاسم نكتب العنوان، أدريس مثلا كذا، محلسي منطقة ماذا. ثم هنا يوجد نقص، نكتب اسم الشارع، اسم الجادة، كذا جادة سي، كذا سوكاك. بعد هذا نو رقم البناء، ابارتمان نو. بعد هذا دائرة كذا، هنا الشقة 11، اسكودار اسطنبول، هذا عنوان هذا الشخص. تكتبون انتم عنوانكم. بعد هذا مهم جدا رقم الهاتف للتواصل معك او معك، هنا بيشوز اتمش يدي كيوز كذا 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 كذا، المهم رقم الهاتف. بعد رقم الهاتف عنوان البريد الالكتروني نكتبه. بعد هذا اولا نكتب الاسم، تحته الادرس، ثم ايتيم بالجيلاري معلومات الدراسه. معلومات الدراسه نبدا فيها من النهايه، يعني لن ابدا بالمدرسه الابتدائيه او بالروضه او هكذا، بل ابدا انا الان اخر شهاده حصلت عليها. مثلا هنا قال اكي بين اكي دوام، يعني يستمر، دخل في الجامعه من 2002 وهو إلى الآن مستمر، يعني لم يتخرج، لم ينتهي. إي تي أو أوتشاك وأوزاي بلملاري إسطنبول تكنيك أونيفرسيتاسي، إي إسطنبول تي تكنيك أو أونيفرسيتاسي اسم الجامعة، أوتشاك الطائرة، وأوزاي بلملاري وعلم الفضاء، علم الفضاء والطيران أو علم الطائرة وعلم الفضاء، بلملاري فاكولتاسي كلية علم الفضاء والطيران، أوزاي مهندس لي الهندسة أوزاي الهندسة الفضائية، أناضل الفرع العلمي قسم الهندسة الفضائية صنف إكي الصف الثاني أو السنة الثانية. هذه المعلومة الأولى أنه طالب في الجامعة، دخل في سنة كذا ولم يتخرج إلى الآن. المعلومة الثانية بين دوكوزيوس دوكسان دوكوز إكي بين إكي بين هذين العامين أوزال يسافي لساسي ثانوية يسوي الخاصة بورسلو يعني بمنحة دخلها. المعلومة السابقة بيندوكوزيوس دوكسامبيش بيندوكوزيوس دوكسامدوكوز كان هيلمي فرات أناضولو لساسي كان طالبا أو درس في ثانوية حلمي فرات. بيندوكوزيوس دوكسام بيندوكوزيوس دوكسامبيش في هذه الخمس سنوات صدقاء الكوراتيم أوكولو مدرسة صدقاء الابتدائية. الآن بعد وضعنا الاسم، العنوان، معلومات الدراسة، بعد هذا ستاج دنايمي، دنايم التجارب العلمية، التجارب
المهنية وهكذا. كيفن دورت ياز ستاج، مو تجربة، خبرة، عفوا خبرة صيف 2004، يعني يقوم بمشروع في الصيف. اسطنبول تكنيك اونيفرسيتي ماتشكا اتوليا ستاج اسم المشروع الذي قام به. بعد اسماء الخبرات العلم، بعد الخبرات العلمية المهارات والقدرات، بجري ويتنكلان، يتنكلان المهارات بجري والقدرات. ماذا عنده من مهارات وقدرات؟ يكتب، هنا يكتب بالجسير في الحاسوب، ويندوز دوكسان بيش، دوكسان سكيز، ويندوز اكس بي، مايكروسوفت وورد، مايكروسوفت وورد، اكسل، اكسس، كل هذه اسماء برامج كمبيوتر، برامج الاوفيس، باوربوينت. طيب بعد ان نكتب المهارات نكتب اللغات الاجنبيه التي نعرفها. هنا كتب انه يعرف لغتين، إلاري دوزاي انجليزجا اللغه الانجليزيه بالمستوى المتقدم، اورتا دوزاي مستوى متوسط المانجا اللغه الالمانيه. القسم التالي ديار بالجلاد، معلومات الاخرى عنه، يكتب مثلا هنا انشطته الاجتماعيه، سوشيال اكتيفيتالر. الانشطه الاجتماعيه له اولا بالكنت اونيفرسيتاسي تكنولوجي توبلولو وياسي، وياسي عضو توبلولو، نادي او مجتمع، مجتمع التكنولوجيا في جامعه بالكنت. هذا النشاط الاول الاجتماعي. النشاط الثاني بالكنت اونيفرسيتاسي سينما توبلولو اكتيفا اكتيفيتالرينا كطلم، المشاركه كطلم، اكتيفيتا لرينا في انشطه توبلولو، مجتمع، نادي، السينما، سينما في بلكان اونيفرسيتاسي. اخر شيء سينما دارت، ايضا سينما، يهتم بالسينما ويهتم بالدارت، احد انواع الالعاب. هذه المعلومات الاجتماعيه. بعد هذا كتب معلومات شخصيه وهي مهمه وتكون اخر شيء في السيره الذاتيه. كتب عن نفسه انه ماذا؟ سوسيال، اجتماعي. المعلومه الثانيه عنه انه تقوم تشالش مدارنا ويملو، يعني يحب العمل الجماعي او يتأقلم مع العمل الجماعي، ويملو متأقلم، تقوم تشالش مدارنا مع العمل الجماعي، اناليتيك ويراتج دوشو نبيلان. دوشو نبيلان يستطيع التفكير، ذو تفكير اناليتيك تحليلي ويراتج ومبدع، ذو تفكير مبدع وتحليلي. واخر صفه له اورانيلاني كولاي ويغولايا بيلان، يستطيع تطبيق أويغو لا أويغو لما تطبيق أويغو لا ميلان، يستطيع تطبيق كولاي أورانيلاني ما يمكن تعلمه بسهولة، يستطيع تطبيق ما يمكن تعلمه بسهولة، أورانيلاني كولاي أويغو لا ميلان. طيب أورانيلاني كولاي أويغو لا ميلان. طيب بعد هذا الآن ماذا نفعل نحن؟ نفس هذا لكن نكتبه عن أنفسنا. مثلا بدل الاسم كل واحد يكتب اسمه، بدل الأدرس كل واحد يكتب عنوانه، كل واحد يكتب تاريخه التعليمي، ماذا درس في أي جامعة، مثلا دكتوراه أين، الماجستير أين، المرحلة الجامعية أين، الثانوية أين، الإعدادية، الابتدائية، أنا أقول الروضة، تجاربه العملية إذا كان عمل في كذا، أو دنايملر، نحن نضعها، نكتب ستاج دنايم، فقط دنايملر، الخبرات السابقة أو الأعمال السابقة، ماذا قام بأعمال سابقة. بعد هذا المهارات والقدرات، الشهادات خارج نطاق الدراسة، ماذا عنده من شهادات إضافية في أعمال ومهارات. بعد ذلك اللغات الأجنبية، بعد ذلك المعلومات الأخرى، الأنشطة الاجتماعية والصفات الشخصية كما كتب هنا. آخر قسم هو قسم الكونشما، المحادثة، عن ماذا نتحدث. يقول لنا تحدث عن سيز شركتين إشوراني سينيز، إشوران سينيز، سيز شركتين إشوراني سينيز، أنتم موظفون في شركة، يعني سيز أنتم شركتين لشركتين إشوران تعطونا عملا، أنت تريد أن توظف الناس عندك. باش فورودا بولونان لرلا ملاقات إتشين تك جورشيورسونوس، تك جورشيورسونوس، تلتقي بشكل فردي، تلتقي بشكل فردي مع من؟ باش فورودا الذين قدموا طلبا، بولونان لر الذين قدموا طلبا، باشفور طلب، بولونان الذين وجد في تقديم الطلب، يعني الذي قدم طلبا، ملاقات اتشين من اجل اللقاء، تك تك جروشيورسنوس تلتقي بهم بشكل فردي، تلتقي بشكل فردي مع الذين تقدموا لطلب التوظيف. سيزين اتشين ملاقاتا ديكات
edilmesi gereken kurallar nelerdir? Ma hiyel eşya elati tehtem biha fil mulaqa? Anta fi liqa el amel. Anta turid an tuvazif unas fi şirketek. İle mada tehtem? İle mada tanzur fil bidaye indema tuhaddithahum, indema tukallimuhum? Siz olsaydınız nelere dikkat ederdiniz? Lau kunta anta hunaka mada tef'al? Yani موضوع المحادثة هكذا، أنت عندك شركة تريد أن توظف الناس، قدموا لك سي في وتريد أن تلتقي بهم شخصيا لتسألهم وتتكلم معهم، فأنت تنتبه إلى ماذا؟ تحذر من ماذا؟ تراعي ماذا؟ هذا هو موضوع المحادثة، تحدث عن هذا واكتبه في تعليق. هكذا يكون هذا الدرس قد انتهى كاملا، درس بي من الوحدة الرابعة. درس جي من الوحدة الرابعة اسمه ديليك وشكايتلر، أمنيات وشكاوى أو طلبات وشكاوى، سنقرأه في الدرس القادم إن شاء الله. نص القراءة بعنوان فاتح سلطان محمد محكمة. ده الفات قصة جميلة عن السلطان محمد الفاتح في المحكمة، كيف اشتكى أحد الرعية عليه وكيف جلس وهو السلطان أمام القاضي. هذه القصة في الدرس القادم إن شاء الله. لا تنسوا كتابة الموضوع، وهذا مهم جدا 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 جدا، بل أهم موضوع يمكن أن يكتب، وأسهل موضوع أيضا يمكن أن يكتب. القوالب جاهزة، ما علينا سوى كتابة الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف ومعلومات التعليم والخبرات التعليمية والمهارات والشهادات الأخرى واللغات الأجنبية والمعلومات الأخرى والصفات الشخصية وهكذا. دراسة موفقة، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.